طيب احنا هنروح نتغدى في محل فظيع فظيع. 3 2 1 هذا فيديو. شوط يا زبالة يا الماما ربنا ياخدك. شوف هاي سب الله يهديك. مرين على حاجة. هذا لحظة. هذا اليخت حق الشيخ محمد بن راشد. حبيب ال. اللي عندها يخت الجزيرة الخاصة. هذه الجزيرة الخاصة حق الشيخ محمد مع اليخت حقه. طبعا اليخت لازم له جزيرة. فهمتوا كيف؟ فهمتوا؟ والله فلا. احنا موجودين في فندق وولدورف هوتيل في بالم جميرا. وولدورف استوريا. اوكي وولدورف استوريا من عام 1893 يعني اكثر من 100 سنة. 29 فندق. دبي يحتفل بالسنة الثانية. في يوم 12 مارس حيحتفلوا بالسنة الثانية هنا. تابعوا هذا الهاشتاج حقهم هتلاقوا شيء قريبة. وفي شيء اليوم حنتغدى في بيكو كالي. قصة بيكو كالي حلوة فلة. بيكوك علي هذا في كل وولدورف حتلاقوا استوريا حتلاقوا هذا المكان حكيكم عليه. بيكو كالي حتلاقي دائما هناك في البيانوس حتلاقي جلسة حقته دائما زي كده مكان يجتمعوا فيه أغنياء نيويورك. هذه قصته في الأساس. البيكوك آلي بدأ من نيويورك كان عبارة عن الكوريدور أو السيب أوكي اللي يجتمعوا فيه ويشربوا شاهي أغنياء نيويورك. في البيكوك آلي كانوا يجتمعوا مو بس عشان الأغنياء مع بعض لا كانوا يجتمعوا عشان الرومانسية. شخصيا ما أعرف الشكل الغرف لكن اللي أعرف إنه وولدورف عموما غرف رهيبة. في حاجة حلوة هنا اللي هي الفيو. الفيو لو تتصور إنه في رأس السنة الفندق بيطل على كل الأماكن اللي بيصير فيها الفاير ووركس في دبي كلها. Every Waldorf Astoria since then has a Pico Cali venue. It was a place to see and to be seen. Pico Cali venue. It was a place to see and to be seen. Ladies were wearing fancy dresses with beautiful feather hats, making really a statement. زي ما انتم شايفين بيكاك معناها طاووس. فالناس يجوا يلبسون يقول لك انهم يفردوا ريشهم كذا الاضاءه تبي سين اند سين. انا معي سلطان حفرد ريش. كيف ريشك؟ كيف نفرد ريش؟ انا بدي لك الاغنيه هذه. Birth suddenly appear every time you are near. هذا روعة السوشيال ميديا. شوفوا لما يكون عم أقطاب التصوير في الخليج هنا كده. What a wonderful world. I see skies of people going by. I see friends shaking hands. هذه فكرتها غريبة. هذه تحت شوف محشية بتوم وزيتون وبطاطس. لا ناخذ تور كده اوريكم حاجه. اليوم
يو وولدورف أستروي. نشكر الأخت رضوى على الانفيتيشن هذه، بصراحة فندق رائع. وتعالوا له كلموا رضوى، رضوى تضبط لكم.